ننتقل ونختم هذه الجولة من سودان تريبيون ونقرأ حركات دارفور. توجد خلافات أخرى إلى جانب الترتيبات الأمنية. قالت قوى الكفاح المسلح في دارفور إن النقاط العالقة في محادثات السلام لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية، وشددت على أن تأخر وصول وفد الحكومة السودانية إلى جوبا لاستئناف المفاوضات حول المسائل العالقة هو الذي قاد لإجراء التوقيع في 20 يونيو. وأعلنت الوساطة الجنوب السودانية رسميا في جوبا أول أمس الجمعة تعذر التوقيع على اتفاق السلام، وأن الترتيبات جارية لوصول الوفد الحكومي اليوم الأحد لمناقشة الترتيبات الأمنية في دارفور المشاركة في السلطة على مستوى المركزي والأقاليم. وأكد كل من رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس ومساعد رئيس للإعلام والعلاقات العامة بحركة تحرير السودان بقيادة ميني الكومناوي نور الدائم طه في تصريحات للسودان تريبيون أمس السبت استعداد قوى الكفاح المسلح للوصول إلى اتفاق السلام، وشدد على أن تأخر وصول الوفد الحكومي هو الذي قاد للتأجيل. لماذا استغرقت مفاوضات جوبا كل هذا الوقت دون الوصول لاتفاق؟ استغرقت كل هذا الوقت لأنها بدأت غلط. طيب بدأت غلط لأنه عملية السلام كان يفترض ينظر إليها أنها ليست مفاوضات بقدر ما هي مناقشات بين مجموعة واحدة غادت عملية التغيير ضد النظام المخلوع. ما الفرق ما بين المناقشات والمفاوضات؟ طيب المناقشات بتاخذ طابع انه في هناك قدر كبير من التفاهم بين الطرفين، في كثير من المشتركات بيناتهم، لذلك يسهل التوصل لاتفاق. نتكلم على انه اشخاص هم ليسوا اعداء، اشخاص في كثير من المشتركات الفكريه والرؤى في مختلف القضايا، فده بيساعد في سهوله التوصل لعمليه سلام. عمليه السلام بدات غلط من المجلس العسكري، فترة المجلس العسكري نذكر محمد حمدان دقلو لما مشت أشاد وبدأ اتصالات بمجموعة مناوي ومجموعة جبريل، وكانت في وعود لعملية السلام وغيره. فعملية السلام بدأت بشكل اللي هي بمصفوفة بتاعت تجزئة للقضايا، ودي بتاخد وقت أكبر، صحيح فيها تفاصيل، لكن كان من الأفضل أن يكون في استراتيجية واضحة لعملية السلام لمنع أي عملية بتاعت مزايدة، لوضع مسار واضح لعملية السلام. أن يتم مناقشة كل هذه القضايا أعتقد في تصوري الشخصي وفي كثير من الأشخاص بيشاركوني فيه أنه يتم مناقشة هذه القضايا في إطار قومي، يعني نتحدث عن قضايا اللي هي ذات طابع أمني، القضايا الاقتصادية والمتصلة بالتعويضات، قضايا الحكم، قضايا القضايا ذات الطابع الإنساني. فبشكل عام أنت بتأخذ 5 قضايا مركزية وبتجي تتعامل معها، لكن لما تجي تجزئة القضايا بهذا الشكل الذي حدث والعديد من المنابر لمناقشة تفاصيل القضايا، ده أدى إلى تعقيدات كبيرة على مستوى طاولة التفاوض وأدى إلى إطالة عملية التفاوض، وحصلت مزايدات من بعض أطراف عملية التفاوض. من الواضح أن الحكومة في البداية ما كانت عندها رؤية واستراتيجية واضحة، وده وجدت انتقادات حتى من داخل غوى الحرية والتغيير. طيب سؤال أخير، لماذا يعني التوصل لاتفاق مع حركات دارفور في غياب حركتي الحلو وعبد الواحد، ألا يعد ذلك سلاما منقوصا؟ بالتأكيد ما من ذلك شك. التوصل لعملية سلام دون حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور أو الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو يعتبر سلام ناقص. نحن نتحدث عن سلام دائم ومستدام وشامل، دي عملية ناقصة، لكن في المقابل هو خطوة أفضل من لا شيء، لكن يجب أن لا تكون هذه الخطوة أشبه بطريقة السلام بتاعة السنوات الماضية أو العهد السابق اللي هي أشبه بعملية يعني سلام لا يتحقق على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار أن الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو هي أكبر فصيل عسكري تسيطر على مناطق واسعة في جنوب كردفان. هناك تقديرات تشير إلى أن هناك نحو 1 مليون شخص داخل مناطق سيطرة هذه الحركات، فلذلك لا يمكن أن نتحدث عن عملية سلام شامل وحقيقي دون استصحاب هذا الفصيل. أيضا حركة عبد الواحد محمد نور حركة مؤثرة ولديها تأثير سياسي، لذلك لابد من استصحاب كل هذه القضايا في معالجة ملف السلام. شكرا أستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا لك ولكل السادة المشاهدين. الله يعطيك العافية.